السلام عليكم، بنرحب فيكم تاني في مساق السمارت جريدز. حنتكلم اليوم على الباور سيستم داينامكس بشكل عام. الحاجات اللي حنتكلم فيها هان اللي هي كاتيجوري اوف ستابيليتي فينومينال ان باور سيستم، الكونسيكونسز اوف بلاك اوت يعني عمليه الفصل، ديفرنت تايب اوف كنترولز اند انسيلري سيرفيسز، ايش الموجود انواع الكنترول سيرفيسز، موديلنج اسبيكت فور انالايزنج باور سيستم ستابيليتي، تايبس اوف سينكرونس جنريتورز، ايش الانواع، اكتف باور بالانس، بنتكلم هنا على الفريكوانسي كنترول، تايب اوف ريزيرفز فور فريكوانسي كنترول، بنتكلم على الوركينج برينسيبل اوف جوفرنر سيستم اللي هي برايمري كنترول بشكل اساسي. هذا اللي حنتكلم عنه اليوم. نيجي نتطلع على الكاتيجوري اوف ستابيليتي بشكل عام نيجي نتكلم فيها. عادة في حاجات بنطلع عليها بنقيسها لاي ريسبونس زي الفولتج ماجنتيود، بنطلع عليها بنعمل كالكوليشن للباور فلو للسيستم، وبنحصل على فاليو للفولتج ات سيرتن باسز. الان عندي الديماند اند جنريشن دو نوت تشينج وذ تايم. عاده لو انا السيستم بشتغل عليه على نومينال يو ويل جيت a flat response from solving your dynamic models. طبعا هذا لو بتغيرش بيصير عندي a flat response اللي عندي. عادة لو السيستم اجت عليه disturbance، يعني disturbance اللي عندي هاي بتيجي على السيستم، لو السيستم هذا كان under equilibrium disturbance حتطلعه من الequilibrium اللي بنسويه. طب disturbances زي ايش؟ يعني ايش الانواع اللي ممكن تكون عندي؟ disturbances ممكن يكون عندي فصل لخط، ممكن يكون عندي failure fault transformer، ممكن يكون عندي فصل جنريتر، ممكن يكون عندي برضو حاجات تانية زي اللي بنتكلم عنها بحصل في السيستم، sudden load دخل على السيستم. طب في الاول نيجي نعرف الاستابيليتي. الاستابيليتي اللي هي قدرة السيستم to survive disturbances، يعني القدرة لتجاوز دخول disturbances على السيستم. هذا this could mean that the system continue performing at the same operating points، يعني ممكن يمشي يضلوا ماشي في نفس ال operating point، يعني يرجع لنفس النقطة اللي هو كان فيها قبل، أو يروح لإيش operating point جديدة بس بتضلها stable. هذه إحدى الشغلات اللي إحنا بنتكلم فيها. الآن عادة يعني لما نيجي بدي يروح لنفس البيهيفير اللي قبل، سهلة جدا في لو كان نوع الديستيربنس مش له دخل بالتوبولوجي. عادة لو في الديستيربنس عندي تدخل في التوبولوجي بروح لديفرنت يعني ستيتس دان الاوريجينال وانس. الان لما نيجي نتكلم على السيستم استابيليتي بشكل عام، ايش بنطلع فيها؟ نيجي نطلع على السيستم استابيليتي، في عندي ثلاث انواع من السيستم استابيليتي. اول واحده بنسميها الروتال انجل استابيليتي، الثانيه الفريكوانسي استابيليتي، الثالثه الفولتج استابيليتي. الان لو بدي اطلع كونسيدريشن، عاده الفيزيكال نيتشر يعني الكونسيدريشن هاي الاستابيليتي، الفيزيكال نيتشر دومين سيستم بارامتر الموجود عندي، السايز اوف ذا ديستربنس مهم حجمها، لانه هذه بتاثر هل السيستم بيقدر يرجع لنفس اللي موجود عندي. يعني لو جينا للروتر ديستربنس بنتكلم عن الروتر انجل ستابيليتي، ترانزيانت اللي هذه بنسميها ترانزيانت هاي اللارج ديستربنس، بتطلع على ايش؟ على ترانزيانت ستابيليتي. ولو انا بدي اطلع على السمول اللي عندي بتكلم على سمول سيجنال استابيليتي اللي عندي. وهذه لما نيجي نطلع نفس الشيء للفولتج استابيليتي بنتكلم على حجم الانجل سمول
عندي disturbance rotor angle stability, وفي عندي ايش small disturbance rotor angle اللي هي بنتكلم عنها اللارج ديستيربنس زي ما بنعملها انا بدها تعديلها. الان لما بدي اجي اتكلم على التايم سبان, التايم سبان ممكن يكون شورت تيرم ممكن يكون لونج تيرم. الشورت تيرم عاده لاست فور مايكرو سكند ملي سكند لحديت سكند, اللارج تيرم لونجر ذان ذات ثينج. ال large speed deviation or a large angular separation of machine means loss of rotor angle stability. The frequency stability looks at the frequency performance and whether you are violating specified limits. عادة في عندنا specified limits لكل شيء في هذا المجال. لما نيجي ال voltage stability is qualified by looking at voltage profile. The voltage profile يعني ميجي طلع على the speed. We have voltage profile observing whether or not you can keep the voltage within the limits after a disturbance. الآن increasing the demand by 5% might not have a similar effect as or is less severe than a line outage or a 3-phase fault in bus bar. يعني هذه طبعا شيء اقل. الان نرجع بدنا نيجي نطلع على الروتر انجل ستابيليتي. كان بي ستاديد فور لارج ديستربنس از ويل از سمول ديستربنس. الان يعني هذه من الشغلات اللي بنطلع عليها. برضو نفس الشيء بالنسبه للفولتج بنقدر نطلع عليها في وجود اللارج ديستربنس والسمول ديستربنسز في هذا المجال. وهذولا عادة بنطلع عليهم في وجود الترانزيانت as part of the disturbance, and هذه طبعا لما نتكلم على هذه بتبقى very fast من هذه الناحية. برضو الكلاسيفيكيشن اللي بقدر اطلع عليها يعني هذه بتأثر في الكلاسيفيكيشن على short term والسمول تيرم. تيرم زي ما حكينا الشورت تيرم بنتكلم على ملي سكندز لسكند, اللونجر فيو سكندز لمينتس في هذا المجال. هذا اللي بنتكلم عنها هاي الروتر انجل ستابيليتي, الترانزيانت وسمول سيجنال, الفولتج ستابيليتي بنتكلم على الشورت تيرم واللونج تيرم, بنتكلم على فريكوانسي ستابيليتي شورت تيرم ولونج تيرم, بنتكلم برضو على اللونج على نتورك كونجستشن في الشورت تيرم واللونج تيرم اللي عندي. فهذه الانواع اللي ممكن نتكلم عليها. هذه بتحتاج ديستربنس نيتشر سايز والديوريشن نبقى معروفة عندي, النتورك سترينك يعني قديش هي, هل هي فارنبل ولا مش فارنبل, البري ديستربنس نتورك كونديشن كيف واضحة, هل هي اندر ستريست ولا اندر نورمال كونديشن, الكنترول سيستم تبعي كيف هي وايش وضعها في هذا المجال. هذه الكلاسيفيكيشن اللي بنتكلم عليها للاستابيليتي ككل في هذا المجال اللي عندي. وزي ما حكينا بالنسبة للنتورك اللي بنتكلم عليه ده انتاير سيستم, بنطلع على الانتاير سيستم وبنطلع هل هي يعني ممكن تشتغل with less components ولا بتشتغل with all of its components. Fewer sources in the network the fewer to support stability. يعني كل مكان اكبر كل مكان ايش بتقدر تعملها. بالنسبة للكنترول سيتنج whether the generators or some element of transmission system determine the gravity of the dynamic response following disturbances. بناخذ بريك ونرجع ان شاء الله نكمل معكم.